ارتفاع فجائي في أسعار البيض، تراوح ما بين 20 و50 سنتيما للبيضة بسبب إنفلونزا الطيور التي اقتحمت المملكة مع الدجاج المستورد، إذ أن نسبة 40% من قطيع الدجاج البياض في المغرب مصاب بهذا الداء. في القطاع ديال الدجاج راه معروف ما فيه البوندوز والبوليتشير ولدند، يعني الفيروز خطير، هو اللي كيتدى العش ديال الدجاج. الدجاج اللي كانت كتعطي 90-95% اليوم رجعت كتعطي 30-25%. هذا هو اللي فقط البيض في الفيرمات، ولا البيض قليل في السوق. من واحد الوقيته اللي كانت كتدخل 3.5 مليون 4 مليون ديال البيض، اليوم ولات كتدخل 500-400 ألف ديال البيض. البيض كان داير 85 فرانك وصدق، ولا دابا داير 24 ريال. السبب ديالو هو كاين مرض في الدجاج وفيروس، هذا كاين في الدجاج مابقاش كيبيض، هذا هو المشكل. انا شي 4 سيمانات يقدر يتحسن، من هنا لقدام يقدر يتحسن، حتى دابا ما كاينش البيض في الفيرمات، هذا هو المشكل اللي خلى البيض يرتفع. المواطن المغربي لا يعرف حيثية وأسباب ارتفاع ثمن البيض، لكن هذه الزيادة أجرته ولا يريد أن يفهم أسبابها، لأنه يتلقى مع كل إشراقة جديدة زيادة جديدة. وهناك من دعا للتعبئة لحملة لمقاطعة البيض. كان هذا البيض اللي ارتفع بدون سابق إنذار مسألة خصها نقاش. الارتفاع ربما كيموت الدجاج، ربما من البرد، لأن درجة الحرارة تغيرت شوية، ممكن يأثر عليه ولا. ربما ارتفاع أسعار البيض بالمملكة له مبرراته، لكن المغاربة طالهم من الزيادات بدون مبررات ما يكفي، فطبيعي أن يرفضوا أي زيادة كيفما كانت قوة مبررها. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتو تشوفوا شاشه تشوف تي في، ان سامبل كليك في هذا لو بوطون، وما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم، اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.